البارح كنتكلموا في الاجتماع وفي التقديم قالوا لنا بانه تقريبا حسبنا 19 مره صاحب جلاله الله ينصرو تكلم على ديكونسونتراسيون على الجهات في الخطابات ديالو تقريبا. يعني كل خطره كيكون واحد الكلمه موجهه. الان جاء الوقت باش نمروا بمانيير ديفينيتيف ايريفوكابل، يعني لا رجعه فيه لهذا الشيء ديال سميتو. لان هذا انا بغيتكم تكونوا مطمئنين وانتوج كذلك المواطنين بان هذه قناعه ديال الحكومه انه نمشيو لهذا التوجه. حنا ماشي ان غوفرنمون اللي بغينا نكونوا يعني كل شيء مجموع في رباط سونتراليزي، بغينا نعطيو الامكانيات كلها للجهه ولاصحاب القرار في الجهه. فلهذا من نهار اللي بدات هذا الميثاق ديال التمركز تقريبا البارح كانت الاجتماع 14، الحكومات السابقة عملت 13، وصلت ل 15 مزيور دو ديكونسونتراسيون اللي مشات، ولكن ما توصلوش اشنو هو التنظيم اللي خصو يكون في الجهات، الاورغانيغرام وكيفاش يشتغل، ما توصلوش انه كيفاش يتجمعوا، لانه ما يمكنش نقبطوا هذا الشيء اللي عندنا داخل الوزارات ونعاودوا نحطوه في الجهات، خص يكون شويه ديال الجمع ديال لي مويا. مع الاسف ما يعني واش الوقت واش هذا مهم ما توصلوش. وكذلك لوغانيزاسيون سيبل تكلمت عليها البارح، ولي دي كونسونتراسيون واحد 29 مزيور ما كانش عليها اتفاق انها تمشي يعني الجهات، لان كل وزاره وكتشوف واش يمكن تعطي هاد لا مزيو ولا ما يمكنش ما تعطيهاش. حنا عملنا اجتماع واحد هو 14 داخل الحكومه، ولكن بعد تفكير وبعد نقاش وبعد حوار. البارح داز في ساعة ونص الاجتماع، اتفقنا 29 مزيو اللي غادي تمشي لا ديكونسونتراسيون. التنظيم غادي نديرو مدير جهوي قوي، وجمعنا بعض المرات جوج وزارات، بعض المرات ثلاثة الوزارات، بعض المرات أربعة ديال الوزارات، غادي يكون عندهم مدير جهوي اللي غيكونوا عنده جميع لي بوفوار باش يقدر يقرر. لي ديبارتومون غادي يبقاو، المديرين ديال لي ديبارتومون غادي يبقاو، يعني كاين المدير الجهوي، كاين المدير ديال لي ديبارتومون، إلا كانوا أربعة ديال الوزارات، كل وزارة عندها لو ديبارتومون ديالها. ومن بعد كاين لي شيف دو ديفيزيون، كاين الناس اللي غادي يشتغلوا لتحت، وكاين كذلك لي بروفانس اللي فيهم لي شيف دو ديفيزيون ديال اللي تابعين لهادو اللي هما جهويين. دونك اليوم التوجه يعني واضح، 29 مزيور اللي كانت بقات لينا صيفطناها، وحنا كنقلبوا فين ما كاين شي غنبقاو غاديين فيه في المستقبل، فين ما تبان لينا يعني شي مزيور غادي خصها تمشي للجهات غادي يمشيو للجهات.